اليوم هو يوم الجيجيتسو، اليوم هو أكبر يوم في رياضة الجيجيتسو، وهي انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيجيتسو 2017 بمشاركة أكثر من 7000 لاعب يأتون من أكثر من 100 دولة حول العالم. لدينا حفل افتتاح بأوبريت وطني بنمط عام الخير، سيقوم بتقديمه مجموعة من طلبة مجلس أبوظبي للتعليم خلال حفل الافتتاح الذي سيحضره أحد كبار الشخصيات إن شاء الله. طبعا المنتخب عندنا يقسم لمنتخب الناشئين ومنتخب الكبار. منتخب الناشئين قدم ما لديهم في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين اللي عقدت خلال اليومين الماضيين، وقدموا البنات والبنين يعني مهارات حقيقة فاقت التوقعات. نتوقع أيضا ذلك في بطولة الكبار مع المحترفين، فإحنا لدينا الكثير إن شاء الله ما سيقدمه منتخب الإمارات، ومتوقعين نتائج طيبة بإذن الله. اليوم مثل ما كنا متوقعين البطولة فيها كثير من المستويات المهمة، فيها كثير من النجوم الجدد. البطولة في الأيام القادمة راح تكون أكثر إثارة وأكثر قوة على المستوى الفني، راح نشوف أهم اللاعبين على مستوى العالم يتنازلون في الحزام الأسود في الماستر، وفي يوم الأساطير اللي الجميع ينتظره. يعني الأيام القادمة على المستوى متابعين جيجيتسو ورياضات القتالية ورياضات دفاع النفس منتظر بالنسبة للجميع، نعد الجميع أن المستوى يكون حسب توقعاتهم إن شاء الله. We'll be right back.